بعد تفشي فيروس كورونا في عدة دول حول العالم وتزايد حالات الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية، كان تهديد الفيروس للرياضة في مختلف أنحاء العالم جليا، ما دعا اتحادات رياضية لاتخاذ بعض القرارات والتدابير مثل إيقاف عدد من المباريات والمسابقات في مختلف أنحاء العالم، وذلك لضمان عدم تفشي المرض. أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية تأجيل المؤتمر الخاص بوزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، وذلك للكشف عن أكبر حدث رياضي يقام في السعودية يوما واحدا، ليقام يوم غد الأربعاء 26 فبراير بدلا من اليوم الثلاثاء. وكانت اللجنة الأولمبية قد أشارت يوم الأحد الماضي إلى إقامة مؤتمر صحفي لرئيسها عبد العزيز بن تركي الفيصل للكشف عن أكبر حدث رياضي سعودي تستضيفه المملكة. أوروبيا تتجه أنظار محبي كرة القدم اليوم للمواجهتين المرتقبة ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيحل نادي برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي، فيما يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني.